ضيعها في الوقت المناسب. أداء رائع جدا من المدافع. يحاول تمريرها من بين لوكاكو. كورة بدون أي فلسفة أمام المرمى، يتمكن من التسجيل. هدف مبكر جدا يشعل هذه المباراة. ديبالا، ديبالا، حارس يتألق مثل الأسد اللي ينجح في الدفاع عن عرينه. لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. كريستيانو رونالدو، محاولة جيدة لكن لم تدخل المرمى. كولاروف، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. كريستيانو رونالدو، بيرسيتش، يستعيد الكرة سريعا. إريكسن يمر ويلعب كرة بينية، يعيدها إلى الحارس، يستعيد الكرة بسرعة. الحكم يشير إلى وجود خطأ ضربة حرة. فيت كريستيانو رونالدو، كرة طولية من الحارس، تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. يحاول أن يلعب كرة بينية. تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يمر ويلعب كرة بينية. إريكسن لمسة على اليسار. حكيمي، أرتورو فيدال، وينجح في استعادة الكرة السريعة. مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. كريستيانو رونالدو كان على وشك استغلال. كرة طويلة إلى الأمام. بنتانكور، تعود الكرة إليهم مرة أخرى. مارتينيز يتسبب في خطأ. كرة كانت في منتهى الخطورة لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا. اللاعب يحاول مرور. الله على التدخل في هذا الوقت الحاسم، في هذا الوقت المثالي. اعتراف في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. مرت الكرة بشكل جميل. كريستيانو رونالدو، ملعوبة بشكل جميل.
فراي. ممتازة من الدفاع. صافرة نهاية الشوط الأول. نتيجة الشوط الأول بالتأكيد لا تسعدهم. الآن سنتأكد من قوة رغبتهم وقدرتهم على التعامل مع المباراة بشكل جيد. هل من عودة في الشوط الثاني؟ تتواصل المباراة مجدداً أعزائي المشاهدين مع انطلاقة الشوط الثاني. يوفنتوس يجب أن لا يندفع خوفاً من الخسارة، بكل تأكيد مطلوب منها التقدم، الاندفاع بالهجوم، ولكن أيضاً لابد من أن يكون هذا الشيء بحساب. يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة. اللاعب يستلم الكرة مع كرة خطيرة وفرصة للتسجيل. كرة طولية إلى الأمام، يلعبها لمنطقة الخطر. كوادرادو، كريستيان إريكسن، لمسة بينية، لوكاكو، كرة باتجاه المرمى. الله مرمى، ينجح في التسجيل. نهاية جميلة جدا بعد تمريرة من ذهب. النتيجة 2-0. المباراة أصبحت أسهل بعد تسجيل هدفين، بالتأكيد أنه سيحاولون فرض المزيد من السيطرة من القوة في هذه المباراة، وأيضا البحث عن مزيد من الأهداف. خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه، يبحث عن المهاجم، يلعبها طولية. تدخل جميل واعتراض أجمل في ورطة كبير. كريستيان، الكرة في الشباك، هدف. الكرة توضع في أفضل مكان. حارس مين يا عم ممكن يصد هذه الكرة؟ هذه طريقها إلى المرمى مفتوح. تم تذليل الفارق إلى هدف وحيد. كرة طولية من الحارس. روزوفيتش يحاول تمريرها من بين المدافعين. كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها. كريستيان إريكسن يلعب كرة على اليسار. بيرسيتش، لوكاكو، صافرة من حكم المباراة. هذه كرة غير شرعية بداعي تسلل. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، يحاول أن يلعب كرة بينية، يقطع الكرة. روزوفيتش، لوكاكو، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. حكيمي، يبحث عن زميله، يلعب كرة طويلة. وينجح في استعادة الكرة السريعة. الكرة ملعوبة من مسافة. كيزا يمر ويلعب كرة بينية، وتعود الكرة إلى حارس المرمى. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. روزوفيتش يمرر كرة قوية، فاتت ومرت. كريستيان إريكسن، كرة كانت قريبة جدا على اعتاب المرمى تقريبا، ولكنها في الأخير بعد.
تبديلات من الجانبين من أجل صناعة الفارق الآن. يلعب كرة بينية، لمسة بين كريستيان، يا إلهي جول! يوفنتوس عادوا إلى المباراة مرة أخرى. أزالوا فارق الأهداف الآن. يلعبها طويلة. اليوم الأداء الدفاع غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. يحاول أن يلعب كرة بينية، كرة ملعوبة إلى كريستيانو رونالدو. أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. أدريان رابيو، كرة طولية في المساحة الخالية، كرة تصل للاعب كريستيانو رونالدو.